وصفة عمرو شعراوي لخسارة 10 كيلو في خلال أسبوعين فقط. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عمرو شعراوي. ازيكم يا رب تكونوا بخير. دايما طبيعي احنا نكون ماشيين على دايت بتبدأ تبوظ 3 ايام تقول بس ده بقى اكملهم اسبوع، الاسبوع بيجر التاني لحد ما يوصل الشهر. في نهاية الشهر دوت انا عن نفسي بلاقي نفسي تقريبا زايد من 10 ل 12 كيلو. فلو انا حسبتهم وعاوز ابدأ اقلل سعراتي تاني يبقى انا محتاج تقريبا 6 اسابيع عشان ابدأ اخسرهم او 4 اسابيع. ساعتها هنا لا، انا عاوز حاجة سريعة وفي نفس الوقت تحفزني ان انا اخسر ال 10 كيلو عشان لسه انا قدامي مثلا انا 15% طلعت مثلا 18 19 20% وعاوز اكمل لسه ال 10%. فبعمل الوصفه دي في خلال اسبوعين بخسر فيهم ال 10 كيلو او ال 12 كيلو اكبر كميه دهون ممكنه مع وزن، وفي نفس الوقت بحافظ فيهم على العضلات او بزيد حاجه بسيطه لو انا قدرت ازود البروجريس اوفرلودنج. اول حاجه هبدا اتكلم عنها على الوصفه دي. الوصفه دي بتتكون من حاجتين رئيسيتين، اللي انا ببدا امشي بنظام بيقلل فيه السعرات خالص هو نظام بي سي ام اف اللي هو نظام عالي البروتين. تاني حاجه اللي انا بدمج معاه حاجه اسمه الوريور دايت اللي هو الصيام المتقطع ل 20 ساعه. يبقى انا كده بقلل سعرات جدا، بجبر الجسم انه يحرق الدهون دي عشان ابدا اخسر كميه دهون ممكن. بس قبل ما انت تجرب الطريقه دي افضل حاجه ليك انك تمشي على التعليمات اللي انا هبدا اقولها في الفيديو دوت عشان ما يحصلكش اي مشاكل. اول حاجه دي اساسيات هتبدا تجيبها، دي مكملات ومالتي فيتامين وحاجات من دي، لان دي لازم تتحط سواء حتى انت نظام عالي البروتين او اي نظام طالما بتخسر الدهون. اول حاجه هتبدا تجيبها هي مالتي فيتامين، وهيتاخد مع اول وجبه، لان لما بتكلم قبل كده الناس بتقول لي مواعيد هناخد المالتي فيتامين امتى. يبقى المالتي فيتامين مع اول وجبه. لو انت في مصر هتشتري نوع اسمه كيلوفيت او نوع فيتا ماكس بلس. لو انت خارج مصر اي مالتي فيتامين هيبقى كويس. تاني حاجه اوميجا 3 اسمه زاندروس، لو انت في مصر هتجيبه برضه، بتاخد منه حبايتين، حبايه مع الوجبه الاولى وحبايه مع الوجبه الثانيه. لو انت خارج مصر اي اوميجا 3. لو انت برضه داخل مصر هتجيب الاستيوكير، هتاخد منه حبايتين قبل النوم او حبايتين مع الوجبه الثانيه. اخر حاجه معانا هنا هي شرب الماء 4 لتر. اقل حاجه تشربها 4 لتر انت ساعتها تكون بتاكل كميه بروتين عاليه وفي نفس الوقت مقلل الكارب، فجسمك بيبدا يفقد الميه، فاحنا محتاجين نبدا نزود الميه. يبقى انت كده عرفت المكملات اللي تبدا تستخدمها. نبدا بقى ننتقل على النقطه الثانيه اللي هو الصيام المتقطع. احنا النهارده طبيعي جدا ان انا في خلال الشهر دوت اكلت عمال ازيد، رفعت معدل الحرق بتاعي وظبطته لاعلى حتى من الطبيعي. لما اجي ابدا اقل حتى لو نلت 500 ل 1000 سعره هقل برده بسرعه، بس لما انا ابدا اعمل الصيام تقطع 20 ساعه انا جسمي كان متعود ياخد 5-6 وجبات، لا ده انا هقللهم لوجبتين مره واحده، الجسم هيبدا ينزل بكميه بسرعه جدا وفي نفس الوقت هيجبر جسمي انه يحرق دهون. تاني حاجه هنا في الاول الصيام المتقطع انا هبدا ممكن احس بالجوع، فساعتها ممكن ابدا اشرب شاي اخضر او قهوه مع المياه، دول بيسدوا الشهيه. تقريبا من اول يوم لثلاث ايام هتحس بجوع شديد جدا في فتره الصيام، وده طبيعي انت كنت بتاكل 5-6 وجبات مره واحده اخدت جسمك ل 20 ساعه. يبقى ساعتها استحملهم، بعدها خلاص جسمك هيبدا يتعود. يبقى احنا كده نبدا نعمل الصيام المتقطع 20 ساعه وتاكل وجبتين كبار. هنبدا نقطع السناكس خالص في النص ونبدا نقطع السكر الدايت، لان السكر الدايت ممكن يجوعك. لو السكر الدايت ما بيجوعكش ممكن تستخدمه عادي اثناء الصيام المتقطع. هنبدا ناكل ايه؟ هنبدا ناكل في الوجبتين دول اي بروتين حيواني مع خضار، طبعا بجانب المكملات الغذائيه اللي احنا قلناها. بمعنى في الوجبه الاولى انا هاكل مثلا صدور دجاج، هاكل دايما احنا بننقي الحاجه اللي نسبه دهونها قليله، اللحمه الحمراء خالص او بياض البيض او تونه مصفى من الزيت او جبنه قريش. معاك الخمس حاجات دول هتاكلهم في الوجبه الاولى والوجبه الثانيه، يعني انت تختار بقى صنف واحد منهم او صنفين وتبدا تاكلهم في الوجبه الاولى والوجبه الثانيه. طبعا هنا يفضل انك تكون بتحسب كميه البروتين بتاعتك، يعني مثلا هاخد 150 جرام فهاكل مثلا في اول وجبه 250 جرام صدور دجاج وثاني وجبه 250 جرام تونه. كده انا مثلا جبت كميه البروتين اللي جسمي محتاجها. انا محتاج هنا كمان ان انا ابدا ادخل كميه خضروات، لان حتى البلط فيتامين مش هيغنيني عن الخضروات وبالذات الخضروات الورقيه. انا دايما بحب اعمل طبق سلطه مكون من خيار، فلفل اخضر، فلفل الوان، واحط عليه ربطه شبت، ربطه بقزونس، جرجير، جرجير او اي حاجه خضر عامه، وابدا اكل منه تقريبا طبق مثلا 300 ل 500 جرام في الوجبه. يبقى انت كده عرفت ان الوجبتين هو زيهم بكل بساطه، نظام بي سي ام اف، نظام عالي بروتين، مفيش فاكهه خالص، مفيش كارب بغير من الخضروات. يبقى انا كده اكلت وجبتين كبار، وببدا ساعتها اضيف معلقه واحده بس من زيت بذر الكتان عشان ابدا اعلي كميه الاوميجا 3 بتاعتي مقسومه على
الوجبتين، مثلا الوجبة الأولى 5 جرام اللي هو معلقة الشاي، والوجبة الثانية 5 جرام. يبقى أنت كده عرفت إنك هتبدأ تعمل نظام بي سي ام اف مع نظام مورنينج دايت 20 ساعة. طيب بالنسبة للتمرين، أنا أفضل بالنسبة للتمرين إنك تتمرن في آخر ساعة من الصيام. أنا عاوز أجبر جسمه إنه يبدأ يحرق كل الدهون، وفي نفس الوقت أمشي بمبدأ البروجريس أوفرلودينج. هنا هيكون صعب للناس شوية إنها تعمل الموضوع ده، فأفضل حاجة أنا دايما بقول لك اعمل فترة الصيام لو أنت مش متعود على الصيام، إنك ممكن تعمل فترة الديلود وتبدأ تكمل تاني، يعني تعمل ديلود تقلل أوزانك وبعدها تبدأ تعليها تدريجي تاني في خلال أسبوعين أو 3 أسابيع أو الشهر حسب ما أنت عاوز تعملهم. وفي نفس الوقت ساعتها هتلاقي جسمك خسر أكبر كمية دهون ممكنة، وفي نفس الوقت خلاص ظبطت الدنيا. في حاجة هنا بسيطة عاوز أوضحها، إن معدل الحرق بتاعك عالي، أنت مرة واحدة أخدته، فلما تيجي تخرج من الأسبوعين او الثلاث اسابيع ما تحاولش انك ترفع للمينتيننس اللي هو مثلا هنفرض انه 2500، لا ارفع مثلا لل 2000 وهتبدا برضو تخس تاني عادي خالص، لان ساعتها هتكون بعتبر فتره الريفيت. ودي الطريقه دايما اللي انا بفضلها او بعملها كل فتره لما اكون مبوظ الدايت فترات معينه، صيام 20 ساعه مع بي سي ام اف مع تمرين في اخر ساعه من الصيام، مع بشرب القهوه والشاي الاخضر عشان ازود من حرق الدهون، مع المكملات الغذائيه وشرب المياه الكافي. ساعتها بقدر ان انا اخسر ان انا زدت في خلال الشهر ده، وفي نفس الوقت اقدر اكمل تاني، وفي نفس الوقت عندي الحماس يكون زاد، مش اللي انا لا ده لسه محتاج ايه 4 أسابيع 6 أسابيع. ودي كده وصفتي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل خاصيه الجرس. وفي حاجه برضو عاوز اوضحها للناس عاوز تفهم ايه هو البي سي ام اف ونظام مورنينج دايت، هتلاقي الفيديوين تحت شرح تفصيلي لو انت عاوز تطبقهم او تستمر عليهم فترات كبيره. في رعايه الله، السلام عليكم.